على أعتاب علم جسم الإنسان. يا الله صبحكم بالخير. قريت هالمعلومة هذه وتذكرت كلمة لمصطفى محمود لما قال ما زلنا، الدكتور مصطفى محمود، ما زلنا على أعتاب أو عتبة علم جسم الإنسان. فعلا صادق، الجسم شيء يعني كل ما تتبحر أكثر كل ما تنفتح لك أبواب أكثر للأبحاث. ما في شيء صح، ما في شيء خطأ، في شيء الله وفقك. إذا وفق ربي وأنار بصيرتك له يكون هذا هو يعني اللي ممكن يكون فيه شيء من الصواب. أما تكون متأكد منها أبدا ما في. هنا والهرمون الثايروكسين يعمل على تحويل الكوليسترول إلى هرمونات الاسترويدز. وشي هرمونات الاسترويدز؟ تستوستيرون، فيتامين دال، هذا يحوله إلى هرمون دال DHEA والبروجسترون. كل شيء يساعد الثاني داخل الجسم، ما في شيء يشتغل لحاله. عشان كذا مهم جدا هرمون الثايروكسين، اللي يصير عنده كسل غده، ممكن يصير عنده اي، ممكن يطرا عندك اي عرض ما تعرف من وين ولا تعرف وش اللي جاب العرض هذا. هنا للامانه يا جماعه ما عمري فتحت كتاب الا ينط بوجهي برضه شيء ثاني، اللي هو الضغط النفسي وعلاقته بالتسبب بالمشاكل الصحيه. الضغط النفسي هنا ترى stress lowers thyroid function، الضغط أو الضغط النفسي، تمام، يتسبب بانخفاض وظائف هرمون أو الغدة الدرقية. هنا الغدة الدرقية هذا يكون عن طريق اللي هو خفض التحويل ما بين الهرمون المفعل، من بين هرمون الغير مفعل T4 إلى الهرمون المفعل. سبحان الله العظيم، الضغط النفسي هذا شيء فظيع وتسبب بالمشاكل الصحية. عشان كذا يا جماعة روقوا المانجا، دايم روق المانجا. لا تحاول تدخل، تدرون متى تعرف إنها ما تسوى الحياة؟ إذا عديت 60 70 80 سنة خلاص تدري إنك اللي كنت فيه هذا 60 و70 سنة، تدري إن اللي كنت تسوي هذا من خلافات ما كان تسوى، كنت تضيع وقتك من النهاية. لأنه غالبا السجال في الأمر يفقد طلب العلم لذته، وهذه اكتبوها عني، السجال في الأمر يفقد طلب العلم لذته، وحتى يفقدك الحياة، يفقدك طعم الحياة ونكهة الحياة، تحس انك جالس تضيع وقتك للأمانة. ولا في أحد خالي من المشاكل. نعم بعض الناس يقول أنا عندي الشغل، أنا عندي الدوام، أنا عندي العائلة، أنا ما في أحد خالي، لكن الأمر إيش ردة فعلك أنت للمشاكل هذه اللي تجيك؟ لو كان بيسلم في أحد بيسلم من المشاكل، من اللي كان بيسلم منها؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ما سلم منها. تبينا احنا نسلم؟ روقوا المانجا، روقوا. تحمست انا ذكرت هنا سالفة واحد اسمه الأحنف بن قيس، كان يعرف بحليم العرب. هذا واحد من أسياد بني تميم، اللي يقال إذا غضب غضب له 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضبت. راحوا لم واحد معتوه من برا الديار، من برا المدينة، وقالوا له إذا أغضبت الأحنف بن قيس لك الهدية الفلانية. قال أنا أوريكم، لكن شرط، خلوا يطلع برا قومه، خلوا يطلع برا قومه وأنا أوريكم فيه. يوم من الأيام طلع يقضي له شغل الأحنف بن قيس برا مدينته، برا ديرته. فهو ماشي، جاء هذا وهو طالع ماشي، جاء هذا واستمر يشت ويرمي عليه كلام. خلص شغله الأحنف بن قيس ولا كأنه يسمع شيء، كانوا حاطن علك بذانه. وخلص شغله وراجع، وهو راجع لدياره هذا مستمر يشتم ويرمي كلام. التفت عليه الأحنف بن قيس قال له يا هذا، إذا بقى عندك قلوها الحين، إذا بقى عندك كلام وشتم قلوها الآن، لأن إذا وصلت داري لن يتحملوا لك قومي ما تحملته أنا. يعني يا ويلك من قومي. هو نفسه الأحنف بن قيس يلم واحد قال والله لو أسمعتني كلمة لأسمعتك 10. وش قالوا الأحنف بن قيس؟ قال لو أسمعتني 10 ما سمعت من شيء. تجاهل أو التغافل ترى شيء أو خصلة طيبة، خصلة ممتازة أنه تكون عندك التغافل، ما تصير بليد لا، لكن التغافل. يعني راحوا لم واحدة من اللي هو نساء العرب قديما وقالوا لها كيف أنت متحملة زوجك المدة الفلانية هذه، زوجك أقشر مع قومه. فقالت زوجي إذا خرج من المنزل استأسد، وإذا دخل إلى المنزل استفهد. الاستفهاد
والفهد معروف بالتغافل، والأسد معروف بالسؤدد. لا تسمع سنابات مرة ثانية، ما ترجمت لكم أسماء الهرمونات هذه؟ يعني مثلا هرمون التستوستيرون هذا هو هرمون الذكورة. يعني تصور مشكلة في الغدة الدرقية بتتحول إلى مشكلة في عملية تحويل الكوليسترول إلى هرمونات الاسترويدز اللي أهمها التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة عندك. وهنا معناته وشو؟ الضغط النفسي يأثر على الغدة الدرقية، معناته إذا تأثرت الغدة الدرقية بتأثر عملية تحويل الكوليسترول إلى هرمونات الاسترويدز وأهمها هرمون الذكورة، يعني حول الرجل بين المطرقة والسنداء.